السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج في المنتصف، والذي نبدأه معكم بالحديث عن الملف العراقي في ظل التصعيد الكبير لقوات الأمن العراقية بفض اعتصامات المتظاهرين اليوم في بغداد وفي المحافظات الجنوبية. إذن اقتحمت قوات الأمن العراقية اليوم السبت ساحة الاعتصام في البصرة وأحرقت خيام المتظاهرين واعتقلت عددا منهم، بينما تفرق الباقون واحتموا بالمنازل. وباغتت قوة الصدمة بشكل مفاجئ ساحة اعتصام البحرية وسط البصرة وأطلقت النار في الهواء وأطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع، أقدمت على إضرام النار في خيام المحتجين وطاردتهم داخل الساحة واعتقلت عددا كبيرا منهم. وفي بغداد استمر المتظاهرون بقطع شارع محمد القاسم السريع بعدما تعرضوا ليلا لهجوم من قبل عناصر الأمن أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وإصابة 25 آخرين. يجري ذلك في ظل تسويف من قبل الحكومة تصريف الأعمال والجهات الداعمة لها لمطالب المتظاهرين ومحاولة كسب الوقت والمماطلة. إلى ذلك حث رجل الدين الشيعي البارز علي السيستاني على أهمية تنفيذ إصلاحات حقيقية، منتقدا التأخر في تسمية الحكومة الجديدة. وقال أحمد الصافي ممثل السيستاني في خطبة صلاة الجمعة من كربلاء إن المرجعية الدينية تؤكد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات الحقيقية التي طالما طالب بها الشعب العراقي، وقدم في سبيلها أو في سبيل تحقيقها قدم الكثير من التضحيات. وترى أيضا المرجعية أن المماطلة والتسويف في هذا الأمر لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاناة المواطنين. واعتبرت المرجعية أن تشكيل الحكومة الجديدة تأخر طويلا عن المدة المحدودة أو المحددة لها دستوريا، فمن الضروري أن يتعاون مختلف الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف. إذن مشاهدين الكرام، اليوم الحديث عن الملف العراقي وأبرز تطوراته، خصوصا في ظل التصعيد اللافت والكبير من قبل قوات الأمن وفض اعتصامات في بغداد وفي الجنوب. نبدأ هذه الحلقة مشاهدين الكرام ونفتح الحوار والنقاش، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. تتواصل الانتفاضة الشعبية في العاصمة العراقية بغداد ومدن الوسط والجنوب ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي ما زالت تتخذ سياسة المماطلة والتسويف وتلعب على عامل الوقت فيما يتعلق بتحقيق مطالب المتظاهرين وتسمية رئيس جديد خلفا لعادل عبد المهدي. وفي تصعيد كبير ولافت أقدمت قوات الأمن على فض اعتصامات المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية بالقوة وأحرقت خيام المتظاهرين واعتقلت عددا كبيرا منهم في توجه لإنهاء المظاهرات بالعنف. المتظاهرون في بيان لهم اتهموا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالخيانة بعد فض القوات الأمنية الاعتصامات بمجرد انسحاب أنصار الصدر منه. هذا الأخير أبدى غضبه من متظاهري التحرير بسبب عدم دعمهم لتظاهراته التي خرجت أمس مطالبة بخروج القوات الأمريكية، وعبر الصدر عن أسفه من عدم تجاوب المتظاهرين، وأشار إلى أنه كان قد وقف إلى جانبهم وأنه لن يتدخل بعد الآن في شؤونهم لا بالسلب ولا بالإيجاب. أما سياسيا فما تزال الكتل والأحزاب السياسية لم تحسم ملف تسمية رئيس الوزراء في ظل الخلافات الكبيرة فيما بينها على ترشيح اسم مناسب يحقق أهدافها وأهداف الميليشيات التابعة لإيران. النائب في تحالف النصر فالح الزيادي أكد اليوم وجود تقدم واضح في مباحثات اختيار رئيس الوزراء. الزيادي قال إن هناك مسؤولية تقصيرية واضحة من قبل كتل معنية باختيار رئيس الوزراء، سواء من خلال توافقها سابقا باختيار رئيس الوزراء المستقيل أو المقبل. فما هي دلالات إحراق خيام المتظاهرين وفض الاعتصامات بالقوة؟ وهل هناك توجه لإنهاء مظاهر الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية؟ إذن تابعنا تقرير مشاهدينا الكرام ونفتح الحوار والنقاش، وأرحب بضيفي عبر الهاتف الدكتور طه اللهيبي المحلل السياسي العراقي.
أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور. بداية، كيف تقرؤون وتقيمون الوضع اليوم في العراق في ساحات التظاهر في بغداد وفي أيضا المدن الجنوبية في ظل هذا التصعيد اللافت والكبير يعني الحذر في الفترة الأخيرة، خاصة اليوم ما حصل في ساحات التظاهر بإحراق لخيم المتظاهرين واعتقال عدد كبير منهم، وكأنه تصعيد جديد من قبل قوات الأمن؟ الحمد لله، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك. اليوم ما يجري يعني الآن عاجل، أنا أمامي أشوف على أحد القنوات العراقية استشهاد ثلاثة، اثنين في ذي قار وواحد في بغداد، وأكثر من 40 جريح. الحقيقة هذا ماذا يدلل؟ يدلل على أن المظاهرة التي أرادوا أن يقولون عنها مليونية، التي هي لم تتجاوز 200,000، وأجبروا الناس على الخروج وحملوهم بسيارات الدولة وسيارات الأجهزة الأمنية خاصة وجلبوهم إلى بغداد، لم تأتي أكلها مما أثار حفيظة جماعة الميليشيات. الموضوع الآخر أنه جماعة الميليشيات يتخوفون من موضوع المظاهرات هذه، لأنه أي شخصية تأتي بعيدة عنهم ممكن ستذهب بهم إلى القضاء، خصوصا إذا ما عرفنا أنه قبل 3 أيام المبعوث الأمريكي لإيران هوك قد قال إذا تصرف خليفة سليماني بنفس نهج سليماني سيلقى نفس المصير. يعني الأمريكان تكلموا بطريقة واضحة جدا، وعليه أصبحت اليوم الميليشيات التابعة لإيران لديها معركة وجود. أضف إلى ذلك أنه إيران تهددهم أنه أنا سمحت لكم سابقا، اليوم أنتم في الحكم فحافظوا على ما أنتم عليه. يعني لذلك نواجه اليوم هذه الحملة، يعني دكتور نواجه اليوم حملة عنف كبيرة بحق المتظاهرين، هذا السبب يعني؟ أيوة نعم، أنا أقصد سبب العنف أنه مظاهراتهم لم يؤيدها الشارع العراقي. نعم. الذين أتوا بهم هم ناس مجبورين جبرا، وجدوا أنه الناس كلها لا تزال حول المتظاهرين، بدأ الصوت يعلو. اليوم مثلا نسمع أحد التظاهرات في بغداد يقولون شلع قلع والقالها وياهم، المقصود قالها الصدق. اليوم رفع حاجز الخوف، قبل لم يستطع عراقي أن يسير ويتكلم على مقتضى الصدر بالطريقة هذه، اليوم وجدنا لا، جموع كاملة تخرج وتظهر وتنادي وتقول. البيان الذي أنزلوه أيضا اليوم صباحا عندما قالوا، من أمس هو البيان عفوا، واليوم لذلك وجدنا عندما قالوا أن الصدر خان العراقيين ورضخ للوعد الإيراني. ما هو الوعد الإيراني؟ أنه إيران وعدت مقتدى الصدر إذا استطاع أن ينفض هذه المظاهرات ويؤثر عليها سيكون رئيس الوزراء القادم من كتلة الصدريين. ولذلك اليوم أصبح الموضوع كبير جدا. الآن أيضا قبل قليل وصلني من أهل البصرة عشيرة بني مالك تهدد أنه القيادة العمليات أما أن يقالوا من البصرة أو سيكون لهم تصرف بعد أن أحرقوا خيام المتظاهرين، والبيان موجود تستطيعون أن تجدوه على الإنترنت. أيضا الموضوع أنا في تقديري قلت سابقا من منبركم هذا وأكرر، الموضوع ساير أو يسير إلى الصدام، لأنه إيران وميليشياتها والتابعين لها يعتقدون أن هذه معركة وجود، ولذلك لن يستسلموا بالسهولة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم هذه الشهداء الذي تسقط، وأن يشافي الجرحى ويعطي ذويهم الصبر والسلوى. نعم دكتور طه، يعني فيما يتعلق بمواقف مقتدى الصدر، يعني هذه المواقف المتناقضة في البداية هو كان مع الشعب العراقي وكان مع الثورة العراقية، بل وشارك فيها في الشارع ونزل إلى ساحات التظاهر، واليوم يعني يتزعم مطالب إيران ويتزعم مطالب الحشد الشعبي بمظاهرات يعني كبيرة دعا لها منذ فترة طويلة لإنهاء الوجود الأمريكي داخل العراق. هذا الموقف المتناقض يعني من مقتدى الصدر، كيف ممكن قراءته في الفترة الأخيرة؟ قراءته أن السيد مقتدى الصدر وكثيرا من الذين أتوا بعد 2003 هم لا يعرفون شيء لا في السياسة
ولا في الاقتصاد ولا في العلاقات الدولية، بل السيد مقتدى الصدر حتى هو ليس مرجع، يعني قصدي ليس مرجع معترف فيه حتى من قبل الشيعة. كل ما يملكه السيد مقتدى الصدر هو أن أبوه محمد صادق الصدر كان مرجعا دينيا ورجل يشهد له بالعلم وألف أكثر من كتاب. هذا الذي كل ما يملكه السيد مقتدى الصدر وعليه لا يستطيع، يقولون فاقد الشيء لا يعطي. السيد مقتدى الصدر لا يفهم في الجيش ولا يفهم في السياسة ولا في الاقتصاد، ماذا يستطيع أن يقول؟ هذا موضوع. الموضوع الآخر ما أعرف إن كان صحيح أو لا، لقد تسرب إلينا أنه إيران لديها تهدد السيد مقتدى الصدر في أمور لا نعرفها بالضبط، ظهر كلام لا أستطيع أن أقوله على الإعلام، تهدد السيد مقتدى الصدر في أمور، ولذلك هو لا يستطيع أن يقول شيء. ولو كان الرجل، يعني لو كان حقيقة في نظرة سياسية أو أي عقل سياسي بسيط، كيف أنت في إيران وتهدد وتأمر وتأتي في العراق؟ إذا أنت لم تأتي مع جمهورك، هذا جمهورك الذي تقول عليه أنه جمهور مليوني ويدعمني، ما الذي يجعلك جالس في إيران لا تأتي مع هؤلاء الناس؟ هل هو خوف مثلا من الدرونز الأمريكي أم هو فعلا؟ إذا أنت كنت فعلا الإيرانيين يهددوك، لماذا تضيع تاريخك إذا كان هناك تاريخ وكلامك وتقول العراق والشعب العراقي؟ لأننا نستغرب حقيقة من جماعة الموالين لإيران يقولون، حتى هذا العامري يقول لا أحد يزاود علي في وطنيتي، لا نزايد عليك، أنت كنت مع إيران تقتل في الجيش العراقي، كيف لا نزايد عليك في الوطنية؟ طيب هنا السؤال دكتور، نعم هنا السؤال، يعني فيما يتعلق بهذه المشاعر الوطنية التي تخرج من الصدر وأيضا من هذه العامري ويعتبرون أنهم وطنيون يعني عراقيون، لماذا يعني يسعون إلى إنهاء التواجد الأمريكي بحجة السيادة العراقية وبحجة أننا أو أن الوطن هو أولا، ولا يسعون إلى إنهاء التواجد الإيراني؟ أليس هو تواجد أجنبي أيضا في العراق؟ أخي هؤلاء يتصرفون بطريقة طائفية، يعني هؤلاء يعتقدون حقيقة أنه العراق هو على جزء من الدولة الإيرانية، ونسوا أن إيران كلها هي كانت تحت الحكم الإسلامي لأكثر من 500 عام، وكان فيها المذهب حتى المذهب السني، ولا كان يوجد فيها شيعة. المشكلة هؤلاء لديهم عقدة أنه يتخوفون على كل هذه المناصب، ويتخوفون على موضوع الشيعة والتشيع، وهم أكثر من أساء إلى التشيع بهذه الحركات. الموضوع الآخر نقولها صريحة، لا يوجد لدينا في العراق سيد عربي، كل هؤلاء يدعون العروبة ليست بعربهم أصلا، هم لا سادة ولا هم عرب. يعني لو تجد كل الأصول مالتهم يقول لك لا هو أصل عربي مثل السستاني، لكن هو أتى من سستان إيرانية، بيت فلان هو كان في إيران لكن جده الثالث أتى إلى العراق، وكله كلام. ولذلك هؤلاء لا أصلهم عربي ولا ينتمون للعراق حقيقة الانتماء، وليس لديهم شيء يقدمونه إلا أن يصفقون لإيران، لأن بهذا التصفيق هم يأخذون خمس أموال الفقراء ويتزوجون من النساء ما يريدون بحجج المتعة وغيرها، والحقيقة كلها هي فساد وآخر زنا، وهذا الذي لديهم ليس أكثر. طيب دكتور طه، بما أنك يعني أتيت على ذكر السيستاني وأنت تابعت خطبة يوم الجمعة أيضا يوم أمس، هذه الخطبة يعني الممثل السيستاني دعا المتظاهرين في كلمة لهم يعني على أحقية، وأكد على أحقية المتظاهرين بتحقيق كل المطالب، ودعا أيضا الكتل السياسية بالإسراع لتحقيق هدف المتظاهرين وتسمية رئيس جديد للوزراء خلفا لعادل عبد المهدي، يكون هذا الرئيس الجديد مستقل وغير تابع لهذه المحاصصة الطائفية. اليوم هذه الدعوة من السيستاني أو ممثل السيستاني في العراق، هل ستلقى صدى عند الكتل والأحزاب السياسية؟ أخي هذه أنت
يعني احترامي ولكن لا ألومكم لأنكم لستم من العراق. هذا الخطاب الذي تسمعونه من ممثل المرجعية هذا خطاب ملغوم. ماذا يقول؟ يقول استجيبوا لمطالب المتظاهرين المشروعة. هم لا يعتبرون 90% من مطالب المتظاهرين هي مشروعة، ولذلك الكتل السياسية الموالية لإيران تفهم الخطاب. خطاب المرجعية خطاب بائس، ونحن نقول كعراقيين يا أخي المرجعية الدينية يجب أن لا تتدخل في الشأن السياسي العراقي. لا. أنا لست شيعي، ولو كنت مقتنعا، أنا كسني قصد كمكون سني كامل، لو كنت مقتنعا أن بالمذهب الشيعي لأصبحت شيعيا، فكيف أقبل إذا أنا لم أقبل برجل أن يكون أتبعه بالمذهب؟ كيف أسمح له أن يدير العراق بهذا الشكل؟ الموضوع الآخر، هل العراق هذا كله أصبحنا ننتظر ما يقوله المرجع الإيراني الفارسي حتى في خطبة الجمعة؟ يعني هذا أيضا المفروض اليوم منا كلنا كعراقيين نقول نحترم رجال الدين. رجال الدين تريد أن تكون مرجع لطائفة معينة ما عندنا مشكلة، لكن بما أنك لست عراقي لا نسمح لك أن تتدخل في الشأن السياسي العراقي. الموضوع الآخر، هناك في العراق شيء يجمع العراقيين اسمه الدستور، وعليه يجب أن نحتكم إلى القانون. ما يصير إحنا كل كلمتين وقالوا لنا قالت المرجعية وهذا ما تريده المرجعية، وشو دخل في المرجعية؟ أنا لو كنت مقتنع لكان قلبت المرجعية ولا كان اتبعت المرجعية. أنا نفسي ما مقتنع بدين المرجعية، ولذلك أنا سني. نعم. المفروض حقيقة أن المرجعية تفهم هذا الكلام. المشكلة لا يريدون أن يفهمون لأنهم يعرفون اللعبة والضغوط الإيرانية عليهم كثيرة، وهذا الخطاب الذي تسمعونه في الجمعة هو خطاب ملغوم وتفهمه الكتل المتابعة له، أنه استجيبوا للمطالب المشروعة. هم لا يعتقدون هؤلاء مطالبهم مشروعة، بل أحد ما يسمى السادة في النجف يقول يجب أن لا يدفنون حتى في مقابر المسلمين على هؤلاء الشهداء الذين خرجوا من أجل طيب. وطنهم ومن أجل لقمة عيشهم. دكتور طه، يعني في سؤال أخير وفي عجالة لو سمحت، هل هناك برأيكم توجه بقوة لفضل هذه الاعتصامات خصوصا في ساحات التظاهر في المدن الجنوبية وفي بغداد أيضا؟ أنا أعتقد هم سيحاولون، لكن بدأ اليوم شعار عند المتظاهرين أن 31/1 سيكون إن شاء الله المظاهرة المليونية من أبناء الوطن. لكن أرجع أقول لك هؤلاء المعركة معركة وجود. أنا أكرر أقول أنه للأسف نحن قادمين إلى الصدام، لأن هؤلاء يعتقدون أن العراق أصبح ملكهم ولا يحق لأي أحد أن يعترض. كانوا ينتقدون صدام حسين بأنه دكتاتوري، وهم أكثر دكتاتورية وأكثر فكا وأكثر إجراما. فنسأل الله السلامة، ولكن لا أرى إلا أن الصدام قادم، لأنهم لا يريدون أن يسمعوا لا للصوت العقل ولا أن يطبقوا دستور ولا قانون. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي العراقي الدكتور طه اللهبي، شكرا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في المنتصف ومستمرون بالحديث عن أبرز تطورات المشهد العراقي في ظل ما يجري اليوم من هذا التصعيد من قبل قوات الأمن. سنخرج لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال الحوار والنقاش، فابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، مستمرون معكم في المنتصف وأيضا مستمرون في الحديث عن تطورات المشهد العراقي. أرحب بضيفي الذي انضم إلينا قبل قليل، المحلل السياسي العراقي الدكتور الناصر دريد. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور الناصر. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك. يعني التظاهرات مستمرة، زخم التظاهرات مستمرة يوما بعد يوم. هذه التظاهرات يعني نحن نتابعها يوميا، ولكن اليوم يوجد تصعيد خطير، تصعيد لافت حقيقة، الكل يتحدث عنه، تصعيد القوات الأمنية والميليشيات والملثمين وعمليات يعني القنص للمواطنين والمتظاهرين في العراق. كيف تقرؤون المشهد في ظل هذه جملة التطورات الحاصلة، خصوصا
منذ صباح هذا اليوم. سياسة يعني المماطرة من قبل الحكومة أيضا مستمرة. نبدأ في الميدانية، التطورات الميدانية أولا. نعم، يعني يبدو أنه اليوم الأول المتوقع، اليوم المليونية إذا صح التعبير اللي دعا إليه مقتدى الصدر، يعني الأطراف التي هي تأتمر بأوامر إيران مباشرة قررت أن ترجئ معركتها مع الانتفاضة إلى اليوم الثاني. يعني هكذا كان يبدو، لأنه اليوم الأول مر بسلام نسبيا إلى حد ما. اليوم كشرت هذه القوى عن أنيابها، وكما قلت في منذ أيام ومنذ أن أعلن الصدر ما يسمى بمليونيتا، قلت إنه هذه ستكون الفرصة الذهبية لكل قوى الإجرام وكل الميليشيات لكي تحاول القضاء على الانتفاضة ومهاجمتها. والحمد لله مثل ما يقولون يعني قضى أخف من قضى. يعني أنا كنت أتوقع مذبحة مروعة، يبدو إنهم أضعف من أن يرتكبوا مثل هذا الأمر، أو إنهم ما زالوا يخشون إلى حد ما. ما حصل لحد الآن برغم وحشيته وبؤسه وشراسته لحد الآن هو ضمن الأمر المحتمل إذا صح التعبير. يعني كان ممكن أن نشهد أو نتابع عنف أكثر من ذلك؟ أنا كنت أتوقع أكثر من ذلك، وأتمنى أن يخيب توقعي إن شاء الله، وأتمنى أن لا تكون أكثر من ذلك فعلا. لحد الآن ما جرى هو دليل واضح على أن هذه القوة تستهدف الانتفاضة. يعني هي كانت في وضع ضعيف برغم كل المطاردات الأمنية ومطاردات القتل والاختطاف وإلى آخره اللي تكاد تكون يوميا، يعني بشكل يومي هناك أناس تختطف من ساحة التحرير ومن بقية المحافظات الأخرى، تعذب، تقتل أو تقتل مباشرة في الانتفاضة من خلال استهدافها بالرصاص الحي، أو تقتل من خلال استهدافها بالغازات مسيلة الدموع. هذه عملية يومية. لكن هناك أصبح وضع مختلف بعد مقتل قاسم سليماني، هناك أصبح توجه لقتل الانتفاضة أو حرفها بالاتجاه اللي تريده إيران، وهي قضية الاحتلال الأجنبي والأمريكي وإلى آخره من الترهات. فيما يتعلق دكتور بالعنف تحديدا، يعني نحن نتابع آلاف اللقطات والفيديوهات يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، هناك كمية يعني كبيرة من هذه الفيديوهات تظهر العنف والضرب المباشر من قبل قوات الأمن للمتظاهرين وأحراق التكاتك وأيضا الاعتداء على سائقيها. كمية هذه العنف، هذا العنف يعني غير مبرر بالتأكيد، لكن لماذا في الفترة هي الأخيرة يعني بدأت هذا العنف؟ أنا لا أعتقد أنها قوات أمنية رسمية، أنا أعتقد أنها ميليشيات حتى وإن تزيت بزي القوات الأمنية، لأنه لاحظنا في اليومين الماضيين فيما يسمى بأحداث المليونية هناك تماهي بين قوات الميليشيات وبين القوات الأمنية الرسمية، وصل إلى حد التخادم. يعني قوات الأمنية تنقل الميليشيات بسياراتها العسكرية المباشرة والرسمية وتحميها إلى آخره، فهناك تماهي، هناك حقد كبير من أعضاء الميليشيات. يعني بغض النظر عن الأوامر بالقتل والضرب، أعضاء الميليشيات الذين رأوا أنفسهم في موضع محاصر في أكثر من موقع في أكثر من محافظة، تمت مطاردتهم من قبل الجماهير المنتفضة، تم إحراق مقراتهم، تم استهدافهم بالحجار وبالشتائم وإلى آخره. شبابنا لا يملكون سلاح ولم يحملوا سلاح، وهذا قرار من البداية وحتى الآن، لكن هذا الاستهداف المباشر ترك كما يبدو بالنسبة لي ترك كمية حقد كبيرة في قلوب أبناء الميليشيات هؤلاء ومنتمين إليها على الانتفاضة. تجده في عمليات الاستهداف والضرب بهذا الشكل اللي حضرتك تحدثت عنه، يعني تحس أنه مو قضية أوامر، أنه هو في قلبه شيء يريد أن يطلع على ابن الانتفاضة وعلى سائق التوك توك وعلى شبابنا. وبالفعل هم لم يقصروا الحقيقة، سواء كانت جاءتهم أوامر بهذه الوحشية أم هم متبرعين فيها. لكن الشيء الجميل أنه الساحات انفرزت، يعني فعلا أصبحت ماكو مجال لقدم هنا وقدم هناك، معانا أو علينا. طبعا هذا يرتب أخطار كبيرة على الانتفاضة من ناحية الأمنية ومن ناحية القمع ويزيد الضغط عليها، لكن يجليها من كل الناس الذين ظلوا يشكلون هذه المنطقة الرمادية بين الطرفين. آن الأوان لكي توضح وتتوضح من هو مع الشعب وفي انتفاضته ومن يقف في الجانب الآخر، وأعتقد أنه هذا حصل. حتى الآن برأيك هل بقي أناس يعني في المنطقة الرمادية أو يمسكون العصا من يعني الوسط؟ هو شخصيا مقتدى ما زال يقنع نفسه بأنه هو يمثل الخط الوطني وخلي آخره،
وتغريداته رغم أنه تحمل مرارة كبيرة تجاه الانتفاضة وقادة الانتفاضة، لكن هو ما زال يصر على أنه هو لن يمسها بسوء، لن يتعرض لهم، وسيبقى يدعمهم حتى وإن هم شككوا فيه إلى آخره. أنا أعتقد أنه هذا بداية طلاق رسمي سيعلن عاجلا إلا إذا الرجل مرة ثانية قلب على موقفه هذا وعاد مرة ثانية، ورجل مشهور بتقلباته وآراء السياسية بين يسار ويمين وإلى آخره. سنعود للحديث عن تناقض مقتضى الصدر، لكن كما تعلم بيان المتظاهرين الذي خرج يوم أمس بعد فضل الاعتصام، واليوم أيضا هناك بيان جديد اتهموا فيه المتظاهرون العراقيون في ساحات التظاهر مقتضى الصدر بالخزي والخيانة، لأنهم يعني شعروا بالخيانة من قبل مقتضى الصدر بعد فضل الاعتصام. ساعات قليلة كان هناك مناصرين لمقتضى الصدر، لا يوجد أي شيء، لا يوجد تدخل لقوات قوات الأمن ولا اعتداءات حتى على المتظاهرين. بعد أن انسحبت هذه القوات وعاد المتظاهرون إلى الشارع بدأ العنف، كيف ممكن تفسير ذلك؟ يعني هو بس أنا يعني كان بودي أن يكون هناك حوار ومخاطبة مع مقتدى. مقتدى هو من ابتدع تعبير الميليشيات الوقحة، هو لم يقل حتى حشد، هو قال ميليشيات، وهذه التعبير فيه إساءة للجماعة إياها، ثم أردفها بكلمة وقحة، هو أول من تصدى لهم. الآن هل يلاحظ مقتدى نفسه أنه يقف في نفس جانب الميليشيات الوقحة؟ هل يلاحظ نفسه أنه كل أرباب الفساد اللي طالما هو نشر عنهم وتحدث ووقف وتصدى لهم سابقا هم يقفون تحت ظله وتحت جناحه ابتداء من نور المالكي وكل الأسماء البائسة التي نعرفها جميعا؟ الحقيقة هذا الرجل يعني يمضي في غية إذا صح التعبير إلى آخر الطريق وآخر المسافة، وهو كل هذا مدفوع بحادثة بائسة هي حادثة مقتل قاسم سليماني والمهندس، كل هذا تبريره في هذا الموضوع، وهو يعرف تماما أنه حتى لو كانت الولايات المتحدة قد أخطأت في قتل هذا الرجل، قد أجرمت في قتل هذا الرجل إلى آخره، هل هذا يبرر أن تصطف مع القوى التي تقتل الناس كل يوم؟ هل هذا يبرر أن تصطف ضد الناس الذين هم يدافعون عن الحق وأنت تعرف الحق وتعرف من هم أصحابه؟ هل هذا يبرر أن تقف مع القتلة الذين يقتلون المتظاهرين من يوم 1/10 وأنت كنت ترسل شبابك وجماعتك لحمايتهم تحت ما يسمى بالقبعة؟ هي هذه النقطة، هذه النقطة دكتور، يعني هذا التناقض منذ بداية الثورة، نزل هو إلى الشارع وإلى الساحات التظاهر وأرسل رسائل للعالم، أنا معكم وأنا لست مثل أبو مهدي المهندس ولا مثل هادي العامري، نحن مختلفون تماما. لكن اليوم يعني بعد مقتل قاسم سليماني كما تفضلت الأمور انقلبت كثيرا لمقتل الصدر وتوجهاته، كان مع الشعب أصبح الآن أداة باسم إيران وأداة باسم الحشد الشعبي، هذا التناقض يعني مبرر برأيك أو متوقع هذا الشيء؟ لا، الحقيقة هو ضربة قاسم سليماني لم تكن متوقعة من قبل الجميع، أولهم إيران ونزل إلى مستوى مقتدى، فهذه ربما أصابتهم بصدمة يعني، فالصدمة تراوحت ما بين أناس يعني استوعبوا الصدمة وأولهم إيران استوعبت الصدمة تماما، وإذا لاحظت أن الرد الإيراني جدا كان معتدل قياسا رد حذر يعني هم يعرفون ووضعوا رد في غاية العقلانية الحقيقة، أبدا ما فيها أي جانب عاطفي أو انفعالي أو إلى آخره، يتمثل في ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، لا رد عسكري ولا ضربة ولا أي كلام قيل خلاف ذلك، هو كله ترهات. لكن يلاحظ أنه شخصية مزاجية من نوع مقتدى انقلبت لديها الأمور رأسا على عقب نتيجة لهذه الضربة، يعني هذا الرجل انقلب 180 درجة ولا أعرف كيف يمكن إعادته إلى رشدة. المشكلة الأساسية لا تكمن في مقتدى، أنا لا يهمني مقتدى هو فرد أولا وآخرا، المشكلة تكمن في قاعدة مقتدى الصدر، يعني قاعدة السيد السيستاني، ذهبوا إلى مرجعية السيستاني وطالبوه جهارا نهارا بالوقوف ضد وزارة عدل عبد المهدي، ونتيجة لمطالباتهم في النجف أصدر السيستاني فتواه أو رأيه أو إلى آخره بضرورة اعتزال عدل عبد المهدي أو استقالة عدل المهدي وانتهت. قاعدة الصدر لا تجرؤ على مخاطبته أو لا تخاطبه، لم أسمع في يوم من الأيام أنه هذه القاعدة قالت له يا سيدنا نريد منك كذا، نريد أن تفعل كذا، أرجوك افعل كذا. لماذا ذا الخوف؟ خوف أو تبعية أو طاعة، شيء مرعب. هؤلاء الناس
في طاعتهم لهذا الرجل شيء مرعب. لا أحد يقول له أنت خطأ، لا أحد يقول له أنت ماشي في طريق معين، لا أحد يعطيه الرأي، لا أحد يمحضه النصيحة، هو يقول هم ينفذون. هذه كارثتنا مع قاعدة مقتدى صدر. هذا الكلام ليس لا يختص في القاعدة الشعبية، هذا كلام يختص في أناس يعتبرون محللين ودكاترة وأساتذة وشيوخ جوامع وإلى آخره، كلهم يقول لهم مقتدى هذا أسود فيقولون نعم آمين هو أسود، انتهى الموضوع. فهذه الكارثة، هذه المجموعة من الناس هم بالحقيقة بالألوف، يعني لا يمكن تجاهلهم، ربما حتى عشرات الألوف، أنا لا أملك، رغم أنهم يقولون نحن بالملايين، طيب. وطبعا هذا مبالغة. هذه المليونية أو ما يسمى بمليونية، يعني المظاهرة المليونية لإخراج القوات الأجنبية من العراق، هل نجح فعلا يعني بتشتيت أو بحرف مسار الثورة العراقية عن بوصلتها الأساسية الصدر وداعميه طبعا إيران والأحزاب الباقية؟ هو هذا كان الهدف الحقيقة. إذا لم يكن حرف الاتجاه والسيطرة على الانتفاضة فكان المقصود قتل الانتفاضة نهائيا من خلال العمليات القمع، يعني كانت الهدف أما هذا أو هذا. الحقيقة أستطيع أن أقول بثقة حتى الآن إنه الهدفين فشلوا، يعني لا استطاع أن يحرف الانتفاضة عن طريقها ولا استطاع أن يسيطر عليها ويقضي عليها كما كان متوقع. الحالتين فشلت حتى الآن، وأتمنى أن يعني يستمر هذا النجاح، نجاح في إفشال خطط إيران من وراء مقتدى وجماعة مقتدى وحلفاء مقتدى الآن. فبالتالي إذا تمكننا فعلا من الحفاظ على انتفاضتنا، وهذا ما يبدو الشباب لحد الآن في السوح رافضين ومصممين على بقاء الانتفاضة بشعاراتها وإلى آخره، وأصبحوا يشعرون الآن مثل ما قلت بالخيانة تجاه مقتدى. جميل جدا دكتور، سنتابع الحديث معكم والتوسع أكثر في هذا المجال، ولكن اسمح لنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف سيد عمر فرحان مدير المركز العراقي لتوثيق الجرائم. أهلا ومرحبا بكم معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر. يعني أنتم في المركز العراقي لتوثيق الجرائم، كيف تعلقون وتتابعون هذه العمليات أو هذا التصعيد الكبير دعنا نسميه من قبل القوات الأمنية والميليشيات التابعة لإيران للمتظاهرين؟ اليوم هناك حقيقة عنف متصاعد بحق المتظاهرين، حرق للخيم واعتقالات وسحل وضرب، وفي كل يعني مظاهر العنف شهدتها العاصمة العراقية بغداد وأيضا محافظات الجنوب، كيف تعلقون على ذلك؟ من غير المستغرب أن تقوم هذه القوات الحكومية والميليشيات في مهاجمة ساحات التظاهر، وكنا متوقعين هذا الأمر يحدث اليوم، وكنا أيضا فجر اليوم وليس يعني في هذه الساعات، وبالتأكيد وقعت هذه الأحداث المؤلمة وهاجمت القوات الحكومية والميليشيات المرافقة لها خيام المعتصمين في بغداد وديقار والبصرة، واستخدمت القوة المفرطة، وأيضا استخدمت يعني القوات الحكومية أعطت أوامرها بأنها للقوات الأمنية والميليشيات يجب أن تخض هذه ساحات الاعتصام في العراق وإرجاع الأوضاع فيها واهتمام الأمور بيد القوات الحكومية، وهذا على حساب الدماء التي سالت في البصرة وسالت في بغداد. إلى الآن 6 متظاهرين قتلوا على يد هذه القوات وضربت العشرات. طبعا العمليات العسكرية ضد المتظاهرين وضبطناها بشكل كبير، حيث أطلقت قوات الأمن النار على المتظاهرين بشكل مباشر وقامت بالاعتداء على الكوادر الطبية، أيضا وضعت القناصة فوق أسطح البنايات لاستهداف المدنيين والناشطين، وأضرمت النيران في خيام المعتصمين، وأيضا في يوم أمس كان في جبل أحد، وأيضا قامت بالاستهداف المباشر للناشطين سيد عمر في هذه الساحة. نعم، يعني حسب المعلومات المتوفرة يعني المركز العراقي لتوثيق الجرائم أصدر بيانا اليوم بما جرى من هذا العنف، يعني ما الذي تضمن هذا البيان لو تشرح لنا؟ يعني البيان تضمن أن المركز يرى إلى هذه الأحداث هو جزء مخطط ومرتب له بتسليم جهات خارجية وداخلية
وكان مفسد الصدر في طبيعة هذه الأدوات المنفذة للجهار على هذه الدورة بعد فشل أنصاره يوم أمس في تحقيق مطالبهم والخروج بمليونية كما يسمونها. وهناك خطط لهذه الدورة من عمليات اختتامية وهذا الجهاز بعد كما ذكرت تمكن مفسد الصدر من كسب أي تعاطف ظاهرين معه. رفض الثبات والسوء لمقتدى الصدر وبقية الأحزاب والميليشيات في النجف والكربلاء والبغداد هو جزء من مطالب المشروع وعدم قبول أي شخصية شاركت في العملية السياسية منذ عام 2003 وإسلام. مع ذلك قامت هذه الميليشيات والقوات الحكومية أيضا تمثل بقوات الصدر في محافظة البصرة الذي أعطى الوهم بشكل مباشر لها محافظ البصرة أسعد العيداني. داهمت هذه القوات كثير من قيم الاقتصامات وقامت بحرقها وقتال العشرات من المظاهرين في مدينة البصرة. أيضا هذه القوة كانت في على يعني بإمرة الضابط علي مشارك وهو عضو ميليشيا كتاب حزب الله ومعه 80 جنديا وسيارة أقدمت على إحراق قيام المعتصمين وإزالة كافة الحواجز وفتح التواتر والشوارع بالقوة. هذا الاستمرار في عمليات القتل بالرصاص والقناب الحي هو يعني جريمة إنسانية تتطلب تدخلا عادلا وقرارا امميا بردع الحكومه واجبارها على وقف القتل الجماعي ضد المحتجين السلميين. نعم اشكرك جزيل الشكر السيد عمر فرحان مدير المركز العراقي لتوثيق الجرائم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. قبل أن أعود إليك دكتور الناصر سنتابع معك ومع السادة المشاهدين لقطات في التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم لمكافحة الشغب وهي تقتحم ساحة الخلاني في بغداد وأيضا حرق التكاتك في تلك المنطقة. نتابع هذه اللقطات مشاهدين الكرام ثم نعود للتعليق عليها مع دكتور الناصر. الشغب اللي تقدمه هسه حاليا وشوف اللي يحكي على السلميه، اللي يحكي لك على السلميه هاي تكتك احد الاخوه ذول الخطيه اللي قلبوها صاحبها الصواب وهم حرقوها الانذال. الجبناء شوف هذول الجبناء اللي حرقوا هسه هاي تكتك وصاحبها الصواب خطيه خذناها للمستشفى. هاي حاليا مباشر 25 واحد اعطيني توقيت اعطيني توقيت توقيت بين ساعه ساعه بساعه الساعة ب 12 ونص الظهر 25/1/2020 ساحة الخلاني باوع هذول الشغب اللي جاي يرمون عتاد حي سجن. الله أكبر عليك وين وصلوا وين؟ حاليا الشغب دخلوا نفق السعدون بعد ما أقدر أوافيكم بالخبر. إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذه اللقطات يعني والتي تظهر إحراق قوات مكافحة الشغب لتكتك أحد المتظاهرين العراقيين. يعني أبسط الأمور التي تساعد العراقيين في التعبير عن مظاهر التظاهر السلمي وهي التكتك، يعني أصبح رمز في العراق وفي ساحات التظاهر يتم إحراقه عن قصد عن تعمد. وأيضا تابعنا القنبلة الدخانية التي توجه على أجساد المتظاهرين مباشرة، يعني ليست بمكان بعيد أو قريب مباشرة. هذا العنف يعني كيف ممكن قراءته اليوم؟ يعني هل هناك توجه حقيقي برأيكم دكتور بفض التظاهرات يعني بقوة بعنف بعد أن فشلت مظاهرة مقتدى الصدر بحرف هذه الثورة عن مسارها؟ نعم يعني مثل ما قلت يعني ربما احيانا ينبغي التركيز على الجانب السايكولوجي بالموضوع. يعني حرق التوك توك بالذات هو يدل دلاله واضحه على ما يعتمد في نفوسهم، يعني لماذا اختاروا التوك توك بالذات لكي يحرقوه؟ يوصلوا الرساله ام ينفسون عما في داخلهم من حقد على هذه الاله البسيطه اللي اصبحت رمز الثوره، ام لارعاب الناس وتخويفهم ام لاذيتهم؟ الحقيقه كل هذه المعاني تظهر، يعني هناك أصبح قدر من الرمزية في تصرفات السلطة الحاكمة في تصرفات الميليشيات المجرمة التي تجرم بحق أبناء شعبنا.
كل يوم. هذه القضية لم تعد مجرد أوامر تصدر لهم بالقمع، أصبحت هناك نفوس مريضة تعتمل بأشكال ألوان من العقد والأمراض النفسية والكبت والإحساس بالذنب والإحساس بالجريمة، ومثل ما نقول إحنا يعني شلون أخذت العزة بالإثم إذا صح التعبير، بعد لا يستطيع أن يتراجع عن موقفه هذا، فهو يوغل بالجريمة أكثر فأكثر، ويوغل بحرق مراكبه مع الناس أكثر فأكثر. يعني رأينا كثير من قوات الأمن سابقا في لحظات معينة يبدي ندمه، يبدي غضبه، بكاء مع الناس، تعاطف مع الناس إلى آخره. الناس أيضا تتعاطف مع القوات الأمنية. لا اليوم الأمر اختلف كثيرا، الأمر اختلف، أصبحت هناك نقطة فاصلة، عليك أن تكون مجرم كامل الإجرام أو أن تصبح بجانب الجماهير. يعني الفصل أصبح قضية واضحة مباشرة، وبالتالي العزلة طيب. ستكون أيضا واضحة مباشرة. دكتور، يعني هذه المظاهر أو المواقف دعنا نسميها لمقتدى الصدر ولهذه العامر وغيرهم من زعماء الميليشيات، هم يعني يتذرعون بأن هذه المواقف هي مواقف وطنية نابعة عن موقف وطني حقيقي يعود إلى العراق، يعني البلد التابعين له، يعني فيما يتعلق بذلك. اليوم يعني هم يريدون إخراج القوات الأجنبية بحجة أو الأمريكية تحديدا بحجة السيادة العراقية. تواجد القوات الإيرانية أو الميليشيات الإيرانية لا تنتهك السيادة العراقية، لماذا يسكتون على تلك الميليشيات الإيرانية ولا يسكتون على هذه القوات الأمريكية؟ لا، الحقيقة هو القرار السياسي بأكمله مبتلع من قبل طهران، يعني سواء كان مظهر سياسي، مظهر عسكري، مظهر اقتصادي، مظهر إلى آخره، البلد مبتلع بأكمله من قبل إيران. هذه القضية احنا قبل الانتفاضة نعرفها، يعني قبل الانتفاضة نعرف انه الوجود او النفوذ الامريكي اصبح شكلي الى حد كبير. يعني في اخر زيارة ترامب الى العراق زار كما اللصوص، يعني وهو تكلم عن هذا الموضوع، قال بعد كل هذا الصرف اللي صرفناه في العراق والى اخره، انا جيت في طيارة مغلقة مرعوب الى اخره، خايف على السيدة الاولى زوجته، وخايف انه احد يلقفنا ويضربنا. فهو الوضع كان مسيطر عليه من قبل إيران. الآن أصبحت القضايا مكشوفة، أصبحت تتكلم علنا، وإيران لم تعد معنية بالإبقاء على المنطقة الرمادية بشكلياتها وإلى آخره. تقول هذه المنطقة عليها أن تكون لون واحد لوننا، ومن لا يعجبه ذلك يضرب رأسه بالحيط. طبعا كان مقتدى أبرز الذين يرفضون أن ينضمون تحت العباءة الإيرانية بشكل مباشر أو واضح رغم صداقته مع إيران. الآن مقتدى هو يرفع شعار زعامة المعسكر التابع لإيران للأسف الشديد، لكن ما زلت أقول أن هناك للتفريق. مقتدى يفعل ذلك بسبب شيء في دماغه، الآخرين يفعلون ذلك لأنه مأمورين، العامري والخزعلي وعادل عبد المهدي وأي واحد من هؤلاء يعطوه أوامر مباشرة، اذهب هكذا. طيب. اذهب هكذا. الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية ما يجري في العراق، وتتحمل مسؤولية وصول أو هذا التوغل أو التغول الإيراني في العراق، بكل تتفق مع هذه النقطة؟ بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة المأساة فيما يحصل. يعني ابتداء لو إذا نتكلم عن التاريخ، ابتداء من لحظة انسحابها البائسة وتسليم العراق على طبق من ذهب لنور المالكي ومن وراء إيران، مرورا بهذه الحادثة الحمقاء اللي حولت قاسم سليماني ومهدي المهندس إلى أبطال وشهداء وقديسين في الوقت اللي هم ناس مجرمين كان ينبغي محاكمتهم على ما فعلوا تجاه شعبنا وتجاه الشعب الإيراني والشعب اللبناني. الانتفاضة الثلاثية، أنا دائما أقول هذه الانتفاضة ثلاثية بثلاث شعب، شعبة في إيران وشعبة في العراق وشعبة في لبنان. فهؤلاء الناس أولغوا في دم الشعوب الثلاثة، وبالذات الشعب الإيراني هو أكثر الجميع معاناة للقمع، حتى أكثر من العراقي، ونحن أكثر من اللبناني إذا أخذناها كدرجات. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية بضربة حمقاء أرادها السيد ترامب رصيد إلى في برنامج الانتخابي، حول الاتجاه بأكمله ضد انتفاضتنا. الحمد لله لحد الآن انتفاضة صمدت أمام أشرس وأسوأ تحدي مورس عليها، وهو مقتل قاسم سليماني. حقيقة الآن الانتفاضة لحد هذه اللحظة ماضية ومستمرة ولم تتراجع. اللي نتمناه إن شاء الله أنه فعلا تستطيع الانتفاضة أن تتغلب على ذيول الخطوة الترامبية وحماقة ترامب في قتل قاسم سليماني بهذا الشكل، وإن شاء الله تتفعل. الآن دكتور، يعني فيما يتعلق بدور المرجعية الشيعية، كما تعلم هناك يعني أحاديث كثيرة، البعض يرفض تدخل
المرجعية بالأمور السياسية، وأيضا أنت تعلم يعني استقالة عادل عبد المهدي جاءت بطلب من المرجعية ومن ممثل السيستاني. يوم أمس أيضا ممثل السيستاني تحدث وعاد يعني أكد على أحقية مطالب المتظاهرين بمطالبهم المحقة كما قال، وأيضا بموضوع تسمية رئيس جديد، يعني طالب الكتل والأحزاب السياسية بالإسراع فعلا بتحقيق مطالب المتظاهرين وتسمية رئيس جديد خلفا لعادل عبد المهدي. أولا كيف تنظر لدور المرجعية في التدخل السياسي، وثانيا كيف سيكون صدى هذه الدعوة عند الكتل والأحزاب السياسية؟ نعم، أولا أنا كرجل ألماني أرفض تدخل أي مرجعيات دينية في الشأن السياسي، هذا مذهبي أنا شخصيا، لكن ينبغي حقيقة التفريق بين موقفين للمرجعية في موضوع الانتفاضة. الأول هو رفضها أن تتخلى عن النظام العراقي الحالي، يعني هذه ما زالت لحد الآن المرجعية تأمل في أن يصلح هذا النظام نفسه، وهذه نقطة أنا أختلف فيها مع المرجعية، وأعتقد كثيرين بالشارع سواء كانوا من الخط المؤمن أو من الخط العلماني مثلي هم يختلفون في المرجعية في هذه النقطة. لكن ينبغي الإشارة إلى نقطة مهمة أساسية في المرجعية، إنه المرجعية رفضت وما زالت ترفض التماهي مع إيران، التماهي مع مطالب إيران، التماهي مع هذه المظاهرة البائسة التي قام بها مقتدى وآخر من تبقى من قوى الإسلام الشيعي يعني المستقل عن إيران، كلهم انحازوا إلى جانب إيران إلا المرجعية ما زالت لحد الآن تحافظ على مسافة معينة وواضحة من إيران، ترفض التماهي مع مطالبها، ترفض التماهي والتماشي مع ما تريده. ما زالت المرجعية تمثل خط الصد المتبقي في داخل الإسلام الشيعي العراقي ضد التوجهات الإيرانية، وهذا شيء يحمد للمرجعية ويذكر لها ولا بد من أن نذكره. إلى هذه اللحظة لا. إلى خطبة أمس رفضت أن تؤيد المظاهرة المليونية، رفضت أن تقف مع الفساد، رفضت أن تقف مع رغبة إيران في موضوع الانتقام وإلى آخره، وأصرت إلى النهاية على أن هناك شأن عراقي داخلي يجب الحفاظ عليه ويجب دعم الانتفاضة بمطالبها. دكتور، يعني كان هناك حديث في مصادر المحلية العراقية أن تسمية رئيس الحكومة الجديدة كان قاب قوسين أو أدنى، أتى مؤتمر دافوس أو منتدى دافوس الاقتصادي، ذهب برهم صالح إلى ذلك وإلى ذلك المؤتمر، والكل انتظر عودة برهم صالح. برهم صالح عاد إلى العراق والجميع ينتظر حسم هذا الملف العالق يعني منذ فترة طويلة. هل تتوقع أي جديد في اليومين المقبلين أو في الأيام القليلة المقبلة، هذا الأسبوع على أبعد تقدير؟ يعني هو من بؤس الطبقة الحاكمة في العراق الآن هو أنه هذا القضية، قضية حسم رئاسة الوزراء أو حسم الوزارة، بقدر ما هو مطلب ملح للطبقة السياسية بأكملها لإنقاذها من حالة الارتباك اللي هي فيها، وبقدر ما هو مطلب ملح لإيران لتثبيت شرعية معينة للحكومة العراقية التي هي ستكون رأس الحربة في مطالبة أمريكا بالانسحاب كما يفترض من العراق. أمام كل هذا هي عاجزة حتى الآن عن تصدير اسم معين، يعني هذا يثبت مدى فشل هذه الطبقة المريعة حتى في تحقيق القضايا التي هي تريدها، يعني المتظاهرين والناس يريدون شكل معين، يريدون رئيس حكومة معين مستقل إلى آخرها، بغض النظر هم حتى عاجزين عن الاتفاق فيما بينهم كطبقة حاكمة على اسم معين يختاروه. يعني كما قيل وكما رشح ولا أعرف مدى صحة هذا الموضوع أنه جلبوا توفيق علاوي بطائرة خاصة، محمد توفيق علاوي، واتفقوا معاه على كل شيء، ثم أمسكوه على صفح، مسكوه على صفح، وأرادوا أن يتفقوا معاه على العمولات والمحاصصات وإلى آخره، والرجل فلت وقال أنا ما لي علاقة. ما أعرف إذا كانت هذه القصة صحيحة أو لا، لكن هذا ما ترشح وترسب وتسرب لحد الآن. النقطة الأساسية أنهم حتى وهو يموت النظام، النظام يحتضر منذ أن بدأت الانتفاضة إلى حد الآن هو في طور الاحتضار، حتى في طور احتضاره هم يرفضون أن يتخلون عن قضية المحاصصات والمنافع والمكاسب والفلوس والسحت الحرام وكل القضايا التي خرجت من أجلها الناس. يعني أنت ككيان تموت، أنقذ نفسك في هذه اللحظة، اختار رئيس وزراء على الأقل يمشي الأمور. هم لا يستطيعون، حتى هذه لا يستطيعوها. فالحقيقة يبدو من الصعب تماما التنبؤ بما يمكن أن يحدث من هذا النظام. هذا النظام أثبت قدرته وفشل الهائل، يعني حتى في لبنان استطاعت القوى المؤيدة لإيران أن تخرج برئيس وزراء بائس
إلى آخره، أن تخرج برئيس وزراء بوزارة معينة. نحن في العراق فاشلين حتى في هذه النقطة البسيطة يعني. نعم. وقيس على ذلك. طيب دكتور، الآن في الدقائق المتبقية معنا نتابع بعض التغريدات. نعم. كما جرت العادة على موقع تويتر لبعض الناشطين العراقيين في ما يتعلق بتطورات المشهد العراقي اليوم. نبدأ في التغريدة الأولى مشاهدين الكرام لمحمد الجميلي، تحدث وقال: المخطط كان واضحا، استعراض للقوة في الجاذرية أو في الجاذرية بذريعة السيادة، ثم الهجوم بوحشية على ساحات الاعتصام لإيجاد ثورة تشرين. وقد أفرزت أو أفرز هذا المخطط الخبيث خيرا للشعب المنتفض، فهو اليوم في فسطاط الأحرار أمام فسطاط الأحزاب والميليشيات كلها، بعد أن صار واضحا أن مقتدى لم يعد له قدم هنا أو آخر هناك. نعم بالتأكيد، يعني أتفق تماما. يعني يبدو كما قلت اليوم الأول اللي كان في الجادرية واللي حاول مقتدى أن يبتعد فيه على الانتفاضة كان مجرد يوم يعني تمشية الأمور، ثم تبين المخطط الواضح في الهجوم باليوم الثاني على الانتفاضة بهذه الوحشية. السؤال هو كيف سيتصرف مقتدى أمام ادعاءاته بموضوع أنه سلمية وسلمية ولن نمسكم ولن إلى آخره، ويبدو واضحا أنه حلفاء الذين اختار أن يتحالف معهم ضد الشعب الآن قد أوضحوا بجلاء غايتهم. ماذا سيفعل الآن؟ سؤال. نعم. التغريدة الثانية مشاهدينا الكرام لمجاهد الطائي، تحدث بها وقال أيضا: أسسوا الميليشيات قبل وجود الإرهاب أصلا في العراق، وكانت بحجة تمهيد لتأسيس أجهزة أمنية وطنية قبل تشكيل نظام والدستور وحماية المراقد كما يقولون، ثم لمحاربة القاعدة ثم داعش ثم الوجود الأمريكي. هؤلاء وجدوا للمشروع أو وجدوا للمشروع الإيراني فقط، وأي ترويج لأسباب أخرى مجرد كلام فارغ. نعم بالتأكيد أنا أتفق بذلك، حتى لو كانت هم في ذهنهم شيء آخر في البداية، لكن من الواضح أن الإيرانيين ساهموا في تأسيس هذه الحركات العسكرية أو الميليشيات أو إلى آخره. نعم. لغرض تمهيد لنفوذهم في العراق، وهذا ما حصل. التغريدة الثالثة مشاهدينا الكرام لحسين دلي، كتب فيها: قرار إنهاء الاعتصامات اتخذ من أعلى المستويات الحكومية، وما على عبد المهدي والميليشيات إلا التنفيذ. تمت الطبقة في إيران وضع بنودها ووضع بنودها الصدر والعامري، وكانت شرارة انطلاقتها أو انطلاقها تظاهرة الجادرية أمس، وقرر الانسحاب من الساحات فليفعلوا ما شاءوا، الناس كشفت حقيقتهم والتغيير قادم ولو بعد حين. نعم إن شاء الله سيكون التغيير قادم برغم كل هذه المآسي التي تحدث وبرغم كل هذه العقبات، إن شاء الله سنستطيع أن نصل للنهاية. أما التغريدة الرابعة مشاهدينا الكرام لعماد السامرائي، تحدث وقال فيها: نجحت ثورة العراق في إعداد الروح أو إعادة الروح للهوية العراقية، وهذا يمثل أو سيمثل معين لا ينضب في موجات الثورة ضد الاحتلال الإيراني المدعوم بالنفاق الأمريكي والدولي. ثورة العراق لم تفشل، إن لم تنتصر فإنها أسست للنصر القادم ولو بعد حين. فعلا هذا دائما ما أقوله، أيام تشرين لن تنسى أبدا، أيام انتفاضتنا لن تنسى، حتى لو لا سمح الله انتهت ستبقى هذه الأيام وذكرى نظامنا موجودة في داخلنا وفي قلبنا. التغريدة الأخيرة مشاهدينا الكرام قبل أن نختم الحلقة، شاهو القرداغي كتب وقال: مقتدى الصدر لم يتراجع فقط عن دعم المتظاهرين، بل فتح الضوء الأخضر لإبادتهم بعدما نجح في إرضاء طهران بمظاهرة الجمعة، وأخذ منصب قائد المقاومة الدولية للميليشيات الوقحة في العراق كما كان في السابق. نعم على الأسف الشديد. تحياتي الأخ شاهو القرداغي، هو دائما يشاركنا بتغريدات جميلة، وأنا أقول بأنه كلامه سليم تماما ومؤسف بنفس الوقت. نعم أشكرك جزيلا الشكر دكتور ناصر دريد، المحلل السياسي العراقي، شكرا لك على هذه المعلومات وعلى وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. الشكر موصول مشاهدين الكرام لكل من شاركنا عبر الهاتف، الدكتور طه الهيبي المحلل السياسي العراقي، وأيضا مدير المركز العراقي لتوثيق الجرائم السيد عمر فرحان، أشكرهم جزيلا الشكر على المشاركة معنا في هذه الحلقة. وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الأولى من برنامج في المنتصف، فاصل قصير يصحبكم بعده الزميل حسين أبو شمالة في جولة الصحافة، فابقوا معنا.